يا مامي. مامي مالك؟ برلنتي بنتي في ايه؟ والله يا بنتي انا جيت اطمن على ننتك لقيتها تعبانه قوي، وبالمصادفه كان عندنا الدكتور ابن عمي فجبته يشوفها. انا الدكتور علي رشدي، تسمحي؟ الست والدتك مالهاش قرايب؟ قرايب لا يا دكتور. تسمحي بكلمتين على انفراد؟ اتفضل يا دكتور. آسف يا أنسة، لازم أصرحك بالحقيقة، الست والدتك مريضة بالسرطان. إيه؟ يستحسن تعملي لها كونسلت لأن حالتها خطيرة ولابد من العناية والعلاج. أمي أنا هعمل دستة غوايش بجلاجل عشان ألبسهم مع بدلة الرأس. يو أنت غبت من كيكة الإطوار ولا إيه؟ فشل، وده حد يسعرها حتى إذا لبست برلنتي. نعم يا فندم. بردون افتكرت 350 قرش. 350 قرش بس؟ اتفضلي، الدكان اللي فرحنا تشتريه ب1000 غير الفاتكة. زي بعضه، اديني الفلوس. يه ده الميداليون مطبق. لا 3 جنيه بس، مفيش غيرهم. 3 جنيه بس؟ طيب ايه القمنطة دي؟ أنا عليا ب4 جنيه. اتفضلي الفلوس يا حبيبتي. يا ويلي المحتاج، كتر خيرك. عن إذنك. ودي صورة مين دي؟ دي صورة أمي. يا ندمت يا أختي، لو النبي خليها فيه وخد ال4 جنيه دول سلفة مني. لا كتر خيرك معلش. مش ممكن أبدا، سقت عليك النبي ما تكسفيني. ده مش ممكن وحياة ننتك. ننتي مالها؟ هي عيانة؟ في دقيقة؟ إذا كنت يا أختي محتاجة ما تيجي تشتغلي معانا. أشتغل إيه؟ والله فكرة. أنت تعرفي ترقصي؟ أرقص، وإذا ما كانتش تعرف تتعلم، ودي حاجة صعبة. لا لا ما أعرفش. تقولي بنالوجات ولا تغني؟ أغني؟ أي حاجة تكسبك عيشك ولا تبقاش تسكر من أمك. والواحدة في الدنيا لازم تسعى ورا رزقها، والفن يا أختي مهنة شريفة. مهنة شريفة صحيح، وكل واحد حر في تصرفاته. إذا كان ده ممكن مهنة شريفة. انت اسمك ايه؟ برلنتي. الله، اسم مسرحي جذاب، برلنتي. اتفضل يا سامي بيه، افتكر هنا احسن. اهلا وسهلا حضرة ضابط المباحث. يا شيخ ليه؟ انت كل ما تشوفني تعلن عن وظيفتي. انا مش قايل لك 1000 مرة اني مش عايز حد يعرفني هنا؟ حاضر، لا مؤاخذة. اسمع، هي نمرة برلنتي ابتدت؟ لا لسه. هاني